بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب سنن الدارمي للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهرام الدارمي رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. الباب 18 من كتاب الطهارة، باب في السواك، أي في أحكام السواك وما يتعلق به. والسواك يطلق على الآية، على الآلة نفسها التي تنظف بها الأسنان، يبقى السواك هي آلة تنظيف الأسنان. وكان أفضل آلات تنظيف الأسنان في العصر النبوي هو الأراك، ومعروف إلى الآن بيباع في الحرمين. لما تروح تعمل عمرة بتلاقي حتى طولك بيبيعه لك، واخد بالك؟ لكن أي آلة تستخدم بعد ذلك لتنظيف الأسنان فاسمها برضو إيه؟ لها حكم السواك، لأن الغرض من السواك إيه؟ تنظيف الأسنان. فكل ما أدى إلى المقصود يأخذ حكمه، يبقى فرشاة الأسنان تأخذ حكمه، وإن كان لا تأخذ حكمه بالكلية، لأن السواك فيه عصارة، قالوا أن العصارة دي لها فائدة في الهضم وفائدة في تقوية الـ 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 الأسنان وتقوية اللثة، وأيضا تساعد على الهضم وتحسن طبيعة النفس ورائحة النفس، لها فوائد كثيرة، لأن النبات مضاف إليه أشياء كثيرة، حتى أنهم عملوا معجون سنان من نفس المادة دي، سموه إيه؟ المسواك ولا السواك. واخد بالك؟ ها؟ جابر المسواك. أسماء كثيرة بقى، ما شركات كل شوية شركة وتسمي كتير. يسمي لك برضه جابر سواك التوحيد، واحد بقى بيعمل لك سواك التوحيد، واخد بالك؟ لما يبقى وهابي مثلا وعايز يعمل سواك، يقول لك سواك التوحيد. تاني بقى سواك المشركين، حاجة غريبة زي ما يسميه مكواجي التوحيد، يقول لك مكواجي التوحيد وخضروات التوحيد، واخد بالك ازاي؟ والتوحيد والنور ويبيع غيارات داخلية، ايه علاقة التوحيد والنور بيع غيارات داخلية وأدوات منزلية يعني وبوتاجازات يعني، إلا اللوسة بتاعتهم، واخد بالك؟ خلينا على أي حاجة، خلينا في موضوعنا. يبقى السواك هو كل ما ينظف الأسنان بأي وسيلة كانت، حتى أن بعض الفقهاء يقول لك لو ما كانش معاك سواك هات خرقة خشنة ولف بيها أصبعك وامسح بيها أسنانك، حتى تؤدي إيه السنة يعني. فهمت إزاي؟ إلى هذه الدرجة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام الدارمي في سننه الحديث 78، قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سعيد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثرت عليكم في السواك، يعني في توصيتي لكم أن تتسوكوا، يعني كان النبي يقول أنا كلمتكم كتير في الموضوع ده لأنه مهم، يعني أكثرت عليكم أي في حثكم على السواك. وعنه به قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. وعنه به قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم به عند كل صلاة. قال أبو محمد اللي هو المصنف الدارمي يعني السواك، أمرتهم به، الضمير يعود عليه يعني على السواك يعني، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته أن يشق عليهم فيفرض عليهم السواك لأهميته ويجعله شرطا لصحة الصلاة، واخد بالك؟ ولكن اختار أن يكون سنة مؤكدة ولم يختار أن يكون واجبا حتى لا يشق على الأمة بكثرة الواجبات. وفيه شميمة أن النبي كان له نوع اختيار في التشريع صلى الله عليه وآله وسلم.
باب السواك مطهرة للفم، يعني مطهرة يعني منظفة، يعني منقاة، يعني يؤدي إلى نقاء الفم ونظافته. لماذا؟ لأن الفم هو محل الذكر. القرآن هيخرج منين؟ مش هيخرج من فمك. ذكر الله هيخرج منين؟ من فمك. مناجات الله هتخرج منين؟ من فمك. فلا بد من تطهير المحل، واخد بالك؟ وعن أبي قال أخبرنا خالد بن مخلد هو القطواني قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة قال أخبرني داود بن الحسين عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يبقى السواك منقاة للفم، والله يرضى عن الفم النظيف الذي يناجيه به العبد، يؤدي إلى رضا الله عن العبد. باب السواك عند التهجد، أي عند الاستيقاظ للصلاة من في الليل، لأن النوم يغير يغير طعم الفم ورائحة الفم، فالسواك يزيل هذا التغير. فإذا استيقظت من النوم تبدأ بالسواك، وإذا أكلت تنتهي أكلك بالسواك، لأن الأكل أيضا يغير طعم الفم، واخد بالك؟ وإذا أردت قراءة القرآن تبدأ بالسواك، وإذا أردت ذكر الله تبدأ بالسواك، لأنك تنظف المحل اللي هتذكر به، فهمت؟ وعن أبي قال أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن حسين قال سمعت أبا وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى التهجد يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني يدلك، يدلك، يحك، ينظف. يبقى يشوص فاه بالسواك يعني يدلك أسنانه. الفاه هنا المقصود بالأسنان، يبقى مجازة هو يا أخي. أمال ابن تيمية يقول لك ما فيش مجاز في القرآن والسنة ليه؟ أمال نعمل إيه في الأحاديث دي؟ نعمل إيه في الأحاديث دي يا ابن تيمية؟ نعمل إيه فيها يا أبو وهابي؟ يا ابن باز؟ يا سلف أنجي؟ نعمل إيه فيها؟ لما أنكرتم المجاز أفهمها إزاي؟ لا يمكن يفهم إلا بالمجاز، لأن العلاقة علاقة محلية، إن الأسنان محلها في الفم. يشوص فاه يعني يشوص الأسنان. واخد بالك؟ ولا أنت بتيجي على فمك كده؟ على شفايفك؟ ابدا، انت على اسنانك، فهمت بقى؟ فلا بد انك انت تدرك وانت بتقرا السنه جهل الجاهل حتى تحذر منه، فهمت؟ باب لا تقبل صلاه بغير طهور. واحنا قلنا الطهور اللي هو غسل او وضوء او تيمم. لا تقبل صلاه بغير طهور، وعشان كده اختلف الفقهاء على مذاهب كثيرة في فقد الطهورين، يصلي ولا ما يصليش، فهمت بقى ازاي؟ من اجل كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، قايل كده، حديث واضح. طيب يعني لا تقبل يعني ايه؟ يعني لا تصح، فهمت؟ ده نفي الصحة. طيب افرض انا فقدت التراب والماء، ما هي وسائل الطهارة؟ طهارة المية أو التراب، التراب للتيمم والماء للغسل والوضوء. طب أنا في مكان لا في مية ولا في تراب، كويس، أعمل إيه؟ ممكن يقولك ممكن تبقى في حتة كده، ممكن يبقى حكمي واحد أصيب بحرق أو بمرض، بحيث إن لو استعمل المية يزود مرضه، ولو استعمل التراب يضر جرحه، يبقى فقد الطهورين. زي واحد محروق، واحد ربنا ينجينا، أمراض كثير، أو عنده مرض جلدي يضره الماء والتراب، يبقى اسمه فاقد طهورين. يعمل ايه ده ويجي عليه الأوقات؟ مذهب واختاره الأحناف انه ما يعملش حاجة، ما يصليش لحد ما يبقى يجد أحد الطهورين، يبقى يعيد اللي فاته، فهمت ازاي؟ وفي مذهب تاني عند الشافعية يقولوا يصلي على حاله، ولما يتوفر أحد الطهورين يعيد تاني. ومذهب ثالث عند الشافعية برضو واختاره المزني، إنه يصلي على حاله وليس عليه الإعادة،
ومذهب رابع يقول لك ايه؟ يقول لك يصلي يعني لا يجب عليه الصلاة في هذه الحالة لعدم وجود الشرط الصح، ارتفع الوجوب. فهمت بقى ازاي؟ يعني بعد كده ضميره مستريح، مفيش حاجة. ليه؟ لفقد ايه؟ لفقد شرط الصح. يعني مذاهب كتيرة، يعني كل ده جابوها منين العلماء؟ جابوها من ايه؟ من ان الله لا يقبل صلاة بغير طهور، والطهور ثلاث حاجات، يا غسل يا وضوء يا تيمم، مفيش حاجة رابعة، مش كده برضو؟ مفيش حاجة رابعة بقى تاني. طيب والغسل والوضوء بالمية والتيمم بالتراب، لو فقد التراب والماء يبقى هنا مش فقد الطهور، يصلي ولا ما يصليش؟ مناقشات. وعن أبي قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة، أنا عندي عملها لي صلاة خطأ، صحح النسخة بتاعتك. أنت عندك صلاة ولا صلاة؟ أه؟ أنا نسختي مليانة أخطاء كده، هي صلاة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغلول اللي هو الخيانة، يعني خيانة في الغنيمة ثم توسع بها واستعمل في كل محرم. يبقى أصل الغلول هو إيه؟ هو الخيانة في الغنيمة، إنك تأخذ فوق نصيبك من الغنيمة أو ما لا تستحق، ثم توسع الشرع الشريف في استعمالها بعد ذلك في كل مكسب حرام، في كل مكسب حرام اسمه غلول خلاص. ما إن أصل الغلول اللي هو إيه؟ اللي هو الخيانة في الغنيمة. عشان كده لا يقبل الله صدقة إيه؟ لا يقبل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، يعني صدقة من حلال، يعني ما بتتصدقش. يعني معناها إيه بقى؟ يعني عايز النبي يقول لك إن الغاية لا تبرر الوسيلة، يعني ما تسرقش عشان تتصدق. فهمت بقى إزاي؟ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، غايتك الصدقة، إياك أن تبيع مخدرات وتكسب وتقول حبني جامع، ما ينفعش، لأن الله مش هيقبل. بخلاف بقى إيه؟ الميكافيلية الأوروبية، الميكافيلية الأوروبية الغاية تبرر الوسيلة، وتبناها الإخوان المسلمين. فهمت إزاي؟ وهي خطأ في الشرع الشريف، فالغاية لا تبرر الوسيلة. وقام على هذه القصة روايات كتيرة، زي أدهم الشرقاوي. أدهم الشرقاوي مسلسل كان مشهور وكنا تربينا عليه وإحنا أطفال صغير، مسلسل وقصة كنا بيربونا عليها للأسف، وهذا خطأ تربية الأولاد. أدهم الشرقاوي ده عبارة عن إيه؟ عن راجل شجاع في بلد فيها أغنياء لا يتصدقوا على الفقراء. فكان يعمل إيه أدهم الشرقاوي ده؟ يسرق الأغنياء ليلا وينفق على الفقراء نهارا، فطلعوا بطل عظيم. فهمت إزاي؟ طب ما كده ما ينفعش شرعا، ما ينفعش شرعا. يعني أدهم الشرقاوي ده عند الشرع الشريف ليس شريفا، وبرضو طلعوا برضو قصة علي بابا والأربعين حرام. كل دي ميكافيليات، خد بالك، بقت روايات. اللي هو يخش افتح يا سمسم، سمسم يتفتح، يدخل يلاقي مسروقات الناس، ياخد منها بقدر حاجاتي ما شاء الله قانعة. إنما أخوه بقى قاسم الثاني، وبعدين يخلوا أخوه كمان قاسم على اسم إيه؟ ابن النبي. شفت الرموز، رموز يهودية خطيرة. والتاني يسميه ايه؟ علي، على اسم علي. كل دي ايذاء لآل البيت، واخد بالك زي؟ يعني لازم تفوق علشان تعرف. لكن اخوه قاسم وحش، علي كان حلو. علي خد من المسروقات بقدر حاجته ما شاء الله قانع، لكن قاسم لما دخل طماع عايز ياخد كل المسروقات، ده مجرم. لكن ده طيب، كل ده كلام فارغ، كل دي ميكافيلية. فهمت بقى ازاي؟ يجيب لك برضو روايات كتيرة. واحدة مش عارف ايه، ضاق علي الحال وامها مريضة وعايزة تعمل عملية، تقوم تشتغل في كباري رقاصة علشان تبقى برة بامها. فهمت ازاي؟
كل دي ميكافيليات وقام عليها روايات وسينمائيات وتربى عليها أجيال. هذه الأجيال كانت تمهيد إنها تمشي مع فكر الإخوان. فهمت بقى إزاي؟ اللي هي إيه بقى؟ إن الغاية تبرر الوسيلة. طالما أنا وسيلتي خير وعايز الإسلام ينتشر، فيش داعي، ما فيش مانع إن أنا أكذب، فيش مانع إن أنا أقتل، فيش مانع إن أنا أهدم، فيش مانع إن أنا أوالي الأعداء والشياطين، فيش مانع عنه يعمل أي حاجة. من أجل إيه هدفه؟ ما هي دي كده. لكن الرسول هدم هذا كله بقوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فلا بد أن تكون الغاية شريفة والوسيلة مباحة. لابد أن تكون الغاية شريفة والوسيلة مباحة. وإياك أن تكون غايتك شريفة ووسيلتك حرام غير مباح. فهمت بقى؟ باب مفتاح الصلاة الطهور. وعن أبي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة الطهور. كأن الصلاة دي يعني كنز، مفتاحه عشان تدخل في هذا الكنز العظيم تبقى متطهر الأول. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، لأن الإحرام هو أول النسك في الحج والعمرة، وكأن التكبير هو أول النسك في الصلاة، لأن الصلاة يحرم عليك إذا بدأتها أن تتكلم مع الآخرين وأن تأكل أو تشرب أو تتحرك، فعليها فيها أشياء محرمة كثيرة. فهمت إزاي؟ فإيه بداية الصلاة؟ إيه؟ التكبير، اللي هو تكبيرة الإحرام، تحريمه. وتحليلها التسليم، زي ما في الحج والعمرة ما بتحل بتحلق شعرك أو تقصر شعرك وتنحر، هنا برضو إيه؟ التسليم هو ده، يبقى انتهيت من النسك او من العبادة. وده من كمال جمال بيان النبي في عباراته الرائقة صلى الله عليه وسلم. يقول لك حديث كده مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ايه الجمال ده؟ حدش يعرف يقول الكلام لولا النبي قاله، والله ما كنا نعرف نقوله. فهمت؟ باب كم يكفي في الوضوء من الماء. عايز اتوضى استهلك قد ايه؟ املى البانيو كله ولا اروح على نهر النيل اخلصه ولا اعمل ايه بالظبط؟ ولا افتح الحنفيه على اخرها زي ما بيعملوا الناس؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم من اخلاق المسلمين عدم الاسراف في اي شيء ولو حتى في العباده. يقول لك لا تسرف في في الماء ولو كنت على نهر جار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يتوضأ إيه؟ على قدر المد كده، أو مد وربع أو مد ونص. المد ده حوالي إيه؟ حوالي لتر إلا ربع. يوم ما تزوده شوية يبقى لتر. كويس؟ وكان يغتسل بالصاع أو صاع ونص أو صاع أو صاعين. يعني معناه حوالي 3 لتر. 4 لتر بالكتير. فهمت بقى إزاي؟ ده غسله. وكان وضوءه بحوالي لتر الا ربع. واخد بالك؟ زي علبه كنز كبيره كده. عارف علبه الكنز الكبيره؟ يقول لك 750، هي دي لتر الا ربع. املاها كده وروح اتوضى بيها، هنشوف كده هتخلص منك وانت لسه في المضمضه يا مسكين. واخد بالك؟ لانك ما عودتش نفسك على ايه؟ على عدم الاسراف. ما عودتش نفسك، حاول تعود نفسك. أيوه هو الطهور ماء الحل ميتته. باب كم يكفي في الوضوء من الماء. وعن أبي قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة رضي الله عنه قال. سفينة ده النبي اللي أطلق عليه اسمه سفينة، واسمه اختفى، قليل من الناس اللي تعرفه. لكن بقى ايه النبي قال له انت ليه؟ لانه كان سفينة ده كان ماشيين في سفر، وكل واحد يتقل عليه حاجة يديها لسفينة يشيلها له. واحد تقل عليه سيفه يديه له، واحد تقل عليه درعه يديه له. فالرسول صلى الله عليه وسلم لقى سفينة ماشي وشايل حاجات كتير قوي، فقالوا انت سفينة. واخد بالك؟ فسمي سفينة من ساعتها رضي الله عنه وارضاه. كان يحب يخفف الحمولة عن المسافرين ويشيلها هو بنفسه. فتوة،
مقام يسموه عند الصوفية مقام الفتوة، انك انت تبذل جهد من اجل راحة الاخرين. عن سفينة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. احنا قلنا المد حوالي لتر الا ربع، 750 ملي لتر، والصاع يبقى حوالي 3 لتر، لانه الصاع 4 امدد. وعن أبي قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله قال سمعت أنس يا أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمس مكاكيك. وقالوا أن المكوك هو مد بس موجود إيه في إناء ضيق الفوهة بتاعته، عامل زي إيه، زي ما يبقى عندك كده برات شاي لبسبوز، فيسموه ده مكوك. فهمت بقى ازاي؟ فكان يحط المد في المكوك علشان ينزل كأنه حنفية يتحكم فيه يعني، فهمت؟ فالمكوك هو برضو المد بس سموه مكوك ليه؟ لأنه يوضع في إناء ضيق الفوهة، فهمت؟ باب الوضوء من الميضاء. الميضاء اللي هو ما يجمع الماء فيها، يعني لما تجمع الماء في حاجة يسموه ميضاء، مكان تجميع ماء الوضوء، قد يكون إناء، قد يكون قربة، قد يكون إيه يعني حوض، على حسب بقى إيه المكان اللي أنت مجمع فيه المي. وعن أبي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا في منزلنا فآخذ ميضاءة لنا تكون مدا وثلث مد أو ربع مد، فأسكب عليه فيتوضأ ثلاثا ثلاثا. دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الاستعانة في الوضوء بالآخر أن يصب عليه يعني، وأن هذا لا ليس من خوارم المروءة. باب التسمية في الوضوء. وأجمعت الأمة على إيه؟ على استحباب التسمية في الوضوء، واخد بالك، وأن من نسي التسمية في الوضوء وضوءه صحيح وليس عليه الإعادة لأنه مستحب. وعن أبي قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن زيد قال حدثني ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء يعني لا وضوء كامل ولا لا وضوء صحيح؟ حمله العلماء على مر العصور يعني لا وضوء كاملا، فهي ينفي الكمال ولا ينفي الصحة، إلا عند بعض الظاهرية أوجبوا التسمية، وخلاف الظاهرية لا يخرق الإجماع. فهمت؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يبقى إيه تذكر اسم الله؟ بمجرد إيه تذكرك التسمية في أي مرحلة من مراحل الوضوء، الأفضل أن يكون في أوله. طب افرض أنا نسيت وافتكرت بعد ما شرعت في الوضوء وغسلت بعض الأعضاء، أقول بسم الله أولي وآخر؟ فيهاش حاجة. باب في من يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما. اتفق العلماء على كراهة غمس اليد في الإناء قبل غسلهما للمستيقظ من النوم، كويس؟ طيب غير مستيقظ من النوم ويطمئن ان ايده نظيفة فلا كراهة في غمسها. وفي وجه عند الشافعية الكراهة تستمر لانه ربما يكون فيها نجاسة هو لم يدركها، وان كثير من الدقائق النجاسات تخفى على كثير من عوام الناس للاحتياط، كويس؟ يبقى لا يغمس يده في الاناء قبل ان يغسلها خارج الاناء اولا، حل ان اليد تعتبر آلة في غرف الماء من الاناء، فلا بد ان تنظف الاله قبل ان تستعملها في الاناء. فاذا وضعت الاله غير نظيفه في الاناء وهي الكف، نقلت القذاره من اليد الى الايه
إلى الماء فصار مستقذرا، فإن كانت هذه القذارة نجسة فصار متنجس. وعلى شكل إيه عند أداب المسلمين أن يغسل إيده خارج الإناء قبل أن يغمسها في الإناء. وعنه به قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال أنبأنا شعبة قال أخبرني النعمان بن سالم قال سمعت ابن عمرو ابن أوس يحدث عن أوس بن أبي أوس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا. استوكف ثلاثا يعني صب على كفه. استوكف يعني صب الماء على كفه، يسموه استوكف. فقلت أنا له أي شيء استوكف ثلاثا، يعني إيه استوكف ثلاثا؟ بيسأل. قال غسل يدي ثلاثا، يعني إيه خارج الإناء. باب الوضوء ثلاثا، أقصى عدد تغسل به الأعضاء في الوضوء ثلاثا، ما زدت عن الثلاث تكون مسرفا. واضح؟ يبقى التثليث هو أقصى الكمال، والفرض مرة واحدة، والسنة التكرار تبقى مرتين أو ثلاث، والنهي عن الزيادة للإسراف. وعن أبي قال أخبرنا نصر بن علي الجهمي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر. كله عندكم الجهمي؟ هي الجهضمي، أنا عندي الجهمي، هي الجهضمي، صححها فوقيها كده اكتبها الجهضمي، بس أنا مكتوب عندي الجهمي الجهضمي، نصر بن علي الجهضمي. قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان توضأ فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ويدي ثلاثة ومدح ومسح برأسه وغسل رجلي ثلاثا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت، ثم قال من توضأ وضوئي هذا، يعني مثل وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه دليل على ايه؟ سنة الوضوء، استحباب صلاة ركعتي سنة وضوء. باب الوضوء مرتين مرتين، يعني تكرر في الأعضاء مرتين مرتين. امتى؟ ان كنت متعجلا او الماء قليل شوي تخليه مرتين مرتين. متعجل قوي او الماء قليل قوي اخليه مرة مرة. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وخالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان عبد الله بن زيد رضي الله عنه دعا بتور من ماء، والتور هو الاناء من ماء، اناء من ماء سواء كان اناء من معدن او اناء من حجر يسموه تور. دعا بتور من ماء فأكفأه على يديه فغسلهما ثلاث مرات. أكفأه يعني دليل أنه غسل يديه خارج الإناء. وغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وعن أبي قال أخبرنا يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوا منه. باب الوضوء مرة مرة. وعنه به قال افرد عندك ماء قليل، لو غسلت وجهي ثلاث مرات نفد الماء او ما اعمل ايه؟ يبقى ما اتمضمضش ولا استنشق، واغسل وجهي مرة ويدي مرة واليد التانية مرة وامسح برأسي مرة واغسل الرجلين الاتنين علشان ايه؟ ما ينفذش الماء قبل غسل باقي الاعضاء، اعمل الفرائض بس، يبقى عندي فقه يعني. فهمت؟ يبقى ايه امتى اعمله؟ مره مره لو كان الماء قليل او لو كنت متعجل، الفرض هيفوتني تاخر علي الوقت وخلاص العصر هيدن وانا ما صليتش الظهر، فاضل على العصر خمس دقائق
وانا لسه مش متوضي او متوضى مره اقول الله اكبر عشان الحق ادرك الظهر قبل ان يؤذن العصر. مش اقعد بقى اتوضى واعمل لحد ما يدن العصر والمغرب قرب يدن وانا قاعد بتوضى، ما يصحش كده، فاهم؟ او لادراك الجماعه برضه، لقيت الجماعه انشئت وانت بتتوضى في الميضاءه وعايز تدرك الايه مع الامام اكبر قدر ممكن من الجماعه، فيبقى توضا مره لان ادراك الجماعه اولى، وهكذا. يبقى الانسان يكون عنده فقه يعني في المساله. وعنه به قال: اخبرنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الا انبئكم او الا اخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا مره او قال مره. وعنه به قال: وهو ده الوضوء الذي لا يجزئ الصلاه الا به لانه فعل الفرائض. وعن أبي قال: أخبرنا أبو الوليد قال حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، يعني يأخذ غرفة واحدة يتمضمض بجزء ويستنشق بالباقي. باب ما جاء في إسباغ الوضوء. الإسباغ أصله الإتمام، أسبغ الشيء يعني أتمه، ثوب سابغ يعني يستر كل الجسم، يتم ستر الجسم. وربنا بيقول أسبغ عليكم نعمه إيه؟ ظاهرة وباطنة، يعني أتم عليكم نعمه ظاهرة. فالإسبغ أصله الإتمام. وعن أبي قال حدثنا زكريا ابن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ابن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا: بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات. تتم الوضوء بالرغم أنك أنت كاره. ليه؟ لأنك مكسل بقى تقلع هدومك وتفك الزرار وتعمل مش عارف، ولسه هقلع الشراب وهلبس الأبقاب، مكسل والدنيا شتا. لما تسبغ بقى الوضوء على المكاره تاخد ثواب اعلى، واخد بالك ازاي؟ او يكون الماء شديد البروده او في بعض السخونه غير مضره لكنها سخن متضايق وانت اصلا في يوم حران، يبقى او في يوم برد والماء شديد البروده، كل ده اسباغ الوضوء على المكاره، يعني تتمه بالرغم انك انت كاره مخالف لنفسك يكون ثوابه اعلى. وكثرة الخطى إلى المساجد، كل ما تسمع أذان تروح على الجامع على طول، مش تصلي جنب السرير زي أهل الأعذار، لا، الأذان معناه أروح على الجامع. يبقى كثرة الخطى للمساجد، كل ده عند الله ثواب ومكتوب عندك، كل خطوة مكتوب. وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يبقى باستمرار كده في بالك إنك أنت منتظر الصلاة اللي بعدها. مش إيه؟ يعني ظبط مواعيدك على الصلوات عشان ما يفوتكش صلاة، فهمت ازاي؟ تبقى الصلاة هي أهمك ومواعيدك مترتبة على مواعيد الصلوات، مش شرط تبقى قاعد يعني في المسجد منتظر، لا، يكفيك أنك بتعد لها، يعني حاططها بذهنك، أنا أصلي الظهر هنا وعندي مشوار في الحتة الفلانية، يبقى أصلي العصر في المسجد الفلاني هيكون في طريقي، يبقى حاطط في باله الحكاية دي، فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله هو ابن محمد بن عقيل عن سعيد بن مسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بنحوه. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حمار بن زيد عن أبي الجهضم عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا بإسباغ الوضوء ونقف على باب المضمضة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. ورجاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.